ولكن ما يمكنش ان التصميم واحد يسكن فكاديه ويدير لي التصميم ديال الكيبرا، لا يمكن. تصميم احنا بغينا نخدمو، احنا اللي ولات المدينه، احنا اللي بغينا نخدمو التصميم ديالنا احنا والعماله. درزو الطرقان فوق البنايات، والدار مثلا والنحيطه في الوكاله الحضاريه ساكن في اكادير ويدير لها التصميم ديال المدينه ديال الكيبرا، ما عرف الطرقان ديالها، ما عرف الاحياء، ما عرف العقليه ديال السكان، ما عرف والو، ويدير لي التصميم ديال التهيئة، التدخل ديال السيد الرئيس عند السيد عامر اللي يقدم السيد الكاتب العام، أن التصميم التهيئة خصو يتخدم عندنا هنا. والدار مثلا والنحيطة في الوكالة الحضارية ساكن في أكادير، ويدير لي التصميم ديال المدينة ديال الكبرى، ما عرف الطرقان ديالها، ما عرف الأحياء، ما عرف العقلية ديال السكان، ما عرف والو، ويدير لي التصميم ديال التهيئة. المكونات ديال المدينه ديال البيبرا، حنا وانا هذا اجتماع مسؤول، انا غنقول واحد الكلام، انا اتحمل في كامل المسؤوليه انه اكبر معيق للتنميه في البلاد هما المصالح الخارجيه. تصميم التهيئه ديال المدينه سالت المده القانونيه ديالو في 2010، والتصميم والمدة القانونية ديال التصاميم هي 10 سنوات، يعني نورمالمون خصنا نخدمو في تصميم الهيئة الثالث، يعني ماشي الثاني ديال المدينة. أنا حضرت في المجلس الإداري ديال الوكالة الحضارية بحضور السي الوزير الفهري ولا بحال هكا، وعطاونا قالوا لينا في 2018 تصميم التهيئة ديال المدينة ديال البيبرا غادي يخرج للوجود في 2018. هنا في هذه القاعة كان السي الرحيوي جالس ليه، السي الرحيوي قال لينا 2019 تصميم التهيئة ديال المدينة، وكان المحاضر راه كلشي مسجل في المحاضر ديال المجلس، ولكن للأسف الشديد أن المنتخبين يحملون هما والمصالح الخارجية لا يحملون ما نحمله معهم. حنا انا شخصيا في هذا الباب بالضبط كنعاني بشكل يومي مع الساكنه. ملي كيجي عندك الواحد كتقول ليه تسنى تصميم التهيئه امتى غيخرج، هذا العام، العام الجاي، هذا العام، العام الجاي. ونزيدكم واحد القضيه اخرى، وهنا كنشكر السي الحاج مسرور لانه هو اللي ذكرني بها، وراه راسنا الوكاله الحضاريه ديال الرئيس راه سالت المده القانونيه ديالو اللي تصدق عليه في 2012، راه تصميم التهيئة دابا خصنا نخدمو على ديال المدينة ونخدمو على الرئيس بجوج. لذلك أنا المجلس له الكلمة، لا يعقل أن تصميم التهيئة يموت في 10 سنين وتوصل 10 سنين الأخرى مازال ما درنا فيه والو. اتصلنا اليوم بالمراسلة، وهنا لا بد أن نتقدم بالشكر الجزيل للسيد عامر الإقليم والسيد الكاتب العام خاصة، لأنه هز معنا هذا الهم ديال تصميم التهيئة. أنا راه حضرت في العمالة تقريبا واحد شهر هذه، واحد نقولوا أن في البروجي داروه ديال الوكالة الحضارية ما فهمت فيه والو. دازوا الطرقان فوق البنايات. تصميم احنا بغينا نخدمو، احنا اللي ولاد المدينه، احنا اللي بغينا نخدمو التصميم ديالنا احنا والعماله، وبطبيعه الحال مع الاخوان ديال الوكاله الحضاريه. ولكن ما يمكنش ان التصميم واحد يسكن في اكادير ويدير لي التصميم ديال الكيبرا، لا يمكن، ما يمكنش. والدار مثلا والنحيطه في الوكاله الحضاريه ساكن في اكادير ويدير لها التصميم ديال المدينه ديال الكبرى، ما عرف الطرقان ديالها، ما عرف الاحياء، ما عرف العقليه ديال السكان، ما عرف والو، ويدير لها التصميم ديال التهيئه. لذلك هذه المراسله اللي جات راه بناء على التدخل ديال السيد الرئيس عند السيد عامر اللي يقدم السيد الكاتب العام، ان تصميم التهيئه خصو يتخدم عندنا هنا في العماله وبحضور الجماعه. شكرا السيد الرئيس. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.
أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.